مربيها درة حلبي، شو بترفع على حياة يوسف؟ يوسف هذا شاب محترم متعلم، الكل بحبه، بيجي لعنا نحن بنعرفه يعني معرفة منيحة، مش من هالشباب اللي طايشة. شاب محترم مثقف متعلم، راح للجيش ليتعلم يعني يكون هو من الأوائل، وكل الشباب اليهودي اللي بتيجي معه كمان بتحمده، الجيران والكل بيقولوا شاب محترم، وكل الاحترام إله لهذا الشاب اللي، وخسارة عليه، نحن متأسفين كثير عليه وبعدنا عم نبكي. انت كيف تلقيتوا الخبر؟ نحن تلقينا الخبر في صعوبة، كان لأنه إجانا خبر التلفون في الليل، وتأسفنا كثير كثير على هذا الخبر اللي سمعناه. نحن بدنا خبر يكون منيح، بدناش خبر منه. أبو ربيع فيصل حلبي، أنت نسائد؟ نحن بتربطنا علاقة مع سمير معدي وولاده ومرته، نحن نسب، وهو بيكون سمير شقة خرج ابن ربيع، وبنعرف الشاب عن كثب، شاب مثقف محترم، بيتعلم في مدرسة في حيفا في لوبيك، متميز، أخذ الأول في المدرسة وطلع كمان لخارج البلاد بعثة مع حساب وزارة المعارف، وبيت محترم، أبوه مدير للحمضيات في الضفة والقطاع. هذا البيت بيت على مستوى، وخسارة على كل الشباب. احنا يعني بندعي للسلام، وبنقول ان شاء الله في اقرب وقت قضية الحروب هاي بتوقف، وبيكون هدنة بين الجميع، وفي ناس مظلومة من الشعبين، فلذلك ان شاء الله في اقرب وقت بينتهي هذا الحرب، وبيكون كل المنطقة بسلام. عوضنا سلامتكم. الله يسلمكم، أهلين يا أنا.